احنا سبسيدري لشركه سي اف اي او الاعتماد المالي الاستثماري، هي شركه مالتي ناشونال موجوده في المنطقه العربيه. المقر الرئيسي بتاعنا في دبي، عندنا فروع في عمان، في الاردن، بيروت، عندنا في ابو ظبي، في دبي، في سلطنه عمان، في البحرين، في قبرص، في موريشيس، في لندن، في البرازيل. دي يعني الفروع الموجوده حاليا، وعندنا خطه طموحه للتوسع في منطقه الشرق الاوسط بشكل اكبر. اجراءات الاستحواذ تمت في نهايه عام 22. استحوذنا على شركه موجوده في مدينه الاسكندريه اسمها شركه المحروسه لتداول الاوراق الماليه. كانت شركه صغيره، شركه عائليه، استحوذنا عليها، زودنا راس المال بتاعها من 5 مليون ل 50 مليون جنيه، خدنا جميع التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط. ابتدينا النشاط تقريبا في نهايه شهر مايو سنه 2023، وحاليا الشركه بتمارس نشاطها بشكل فعال في السوق المصري. يمكن كانت الشركه اللي احنا اخذناها لما ابتدينا شغل في مايو 23 كانت نمره 98، دلوقتي احنا 48، وعندنا خط طموحه ان احنا ان شاء الله نوصل لمراكز ال 20 الاوائل خلال عام 25 باذن الله. القطع على نطاق اوسع هتبقى بنك استثمار متكامل، ومن المتوقع بعد نضوج تجربه السمسره في السوق المصري بالنسبه لنا ان احنا نخش على اداره الاصول، بعد كده ممكن امناء الحفظ او الكاستدي يعني، وبعد كده الرعاه في بورصه النيل، ترويج تغطيه الاكتتابات وهكذا، وهتتم من خلال يمكن عمليات استحواذ. الشركه القابضه قابله لتغطيه اي قيمه استثماريه لاي استثمار محتمل يعني. المدى الزمني اللي احنا حاطينه علشان خاطر نضوج تجربه السمسره هي مثلا في حدود الثلاث سنين ان شاء الله، وبعد الثلاث سنين ونجاح التجربه باذن الله نبتدي بقى نخش على موضوع اداره الاصول، ونبتدي نشوف احد الكيانات المتميزه علشان يتم الاستحواذ عليها